عن المسألة هذه اللي أنت كنت تتكلم عنها كذا، وأنا قد قلت أكثر من مرة ولا كل المناسبة. تفضل. اللي يحصل فمثلتها في حمامة شفتها، فيقول تعود الحمامة لبيتها كل ما العشها كل ما جليل، وعزي على اللي ما معه بيت يا ويله، ترخى عزومه كن ما عاد فيه الحيل، ولا صار له وجد ولا صار له حيله، يبي مني فضفض له وكنا نفارق جيل، ولا كن بعربان من صفه وجيله، بعد ما بنى بيته على الحب وتساهل تهدم يكون البيت ويتم تقفيله. ها نعم، ويتم تقفيلها يوصل جهاز الشوم لقى اخبار بالتفصيل، ولا تدري ايش العلم وصله تفصيله، فلا وجودي وجد دير الحب السيلة، بس عشبها واشجارها من بطا سيلة، ويا وجد عيني السعادة وذاك الجيل، إلى زانة السمرة تقرب معاميله، ودارت سوى قصصا بينهم ما بها تمثيل، وكل لها مال بسيطة مع العيلة، متى يعود لم الشمل ونسلم من قال وقيل، ونرضى ما قدره ربي بتنزيل. الله الله، صح لسانك يا ابو علي، ثابك الله. جملت شكرا لك على المشاركه الرائعه. جملت الله يبيض وجهك. ابو عبد الله، من الاسئله اللي جاتني يقول اسال الشيخ، الان